بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله موضوع عقد البيع والشراء والتعامل في العقارات والأراضي موضوع يحتاج الكلام فيه لأنه متداول هذه الأيام ودي ثقافة يجب أن يعلمها المحامي وقبل منه المواطن العادي لأن أعمال التصرفات من الأمور المهمة التي يحتاج إليها كل مواطن في المجتمع أي حد بيحتاج يشتري شقة أو حد بيبيع شقة أو عمارة أو أرض فضاء هنوضح المسألة دي بشيء من التفصيل هنقول إن عقد البيع يجب إن هو يتضمن شروط معينة اللي هي التزامات البائع والتزامات المشتري البائع بيلتزم بانه يسلم المبيع للمشتري، ده اهم التزام في التزاماته. التزامات المشتري هي دفع الثمن. مساله الاجابه والقبول وشروط العقد والالتزامات الخاصه به دي بيحررها الاستاذ المحامي لانه هو مختص بيها وبننصح ان حين تحرير اي عقد بيع او شراء يتم اللجوء فيه الى محامي لان المساله لها تفصيل بيحفظ الحقوق لو كسلت تجيب محامي في موضوع عقد البيع ربما يكون في ركن او شرط في العقد مش مكتوب او تكتب شرط او ركن في العقد يحطك في مشاكل يعفيك من المساله دي اللجوء للمحامي زي المثل ما بيقول درهم وقايه خير من قنطار علاج فدرهم الوقايه اللي هو اللجوء للمحامي عشان تضمن ان البيع سليم وان الحقوق وصلت لاصحابها. في مسائل مهمه حاصله في هذه الاونه ما يخص بالضرايب الخاصه بالعقارات وازاي اثبت ملكيتي وايه الاجراء اللي انا اخده عليها. اول حاجه الناس كانت بتلجا ليها هي دعوه صحه التوقيع. بنحب في فيما يخص دعوى صحة التوقيع ان اي عقد بيبرم دلوقتي بيقدم للحصول على دعوة صحة التوقيع بشأنه المحكمة بتوجه كل هذه الدعاوى الى مصلحة الضرائب بيدفع على كل عقد اتنين في من قيمة العقد لو العقد بمليون جنيه يبقى عليه ضريبة خمسة ألف جنيه تستحق على البائع اللي هو قابض الثمن والضرائب بتطالبوا بيها وإذا ما دفعهاش بيتم الحجز على أمواله في البنوك دي مسألة لازم تكون معروفة للجميع عند رفع دعوة صحة التوقيع إذن المسألة مش على قد رسم الدعوة ولا أتعاب المحامي لا بيترتب عليها أيضا رسوم للدولة 2.5% في المية على الوضع اللي احنا وضحناه على الالف الفين وخمسمائة جنيه على المليون جنيه خمسة وعشرين الف جنيه دي بيدفعها البائع قابض السمك في ناس ممكن تعمل حاجة هتوقعها في مشكلة عشان يتهرب من الضرائب يقلل تمن العقد العقد ابو مليون يخليه مثلا ب الف جنيه عشان يدفع 12.5% اذا البائع حب يفسخ العقد ورفع عليك دعوة فسخ يبقى حضرتك ضاع عليك خمسمائة ألف جنيه انت دافعهم دي مشكلة المشكلة التانية اللي هتحصل لو حد من الجيران يستحق هذا العقار بموجب دعوة شفعة يبقى هيعرض المبلغ الموجود في العقد اللي هو 500 ألف جنيه يبقى حضرتك يا مشتري هيتاخد منك العقار ويبقى ليك 500 ألف جنيه فقط وانت دافع مليون جنيه لذلك بننصح ان العقد يكتب بقيمته فيما يخص دعوة صحة التوقيع وضحنا دعوة صحة ونفاذ لا تقبل إلا إذا كان كامل التمن مدفوع يعني حضرتك اشتريت عقار بمليون جنيه لازم يكون العقد مكتوب فيه أن التمن دفع بالكامل دعوة صحة التوقيع ممكن ترفع على العقد المقسط يعني حضرتك اشتريت عقار على عشر سنين يوم ما تاخد العقد وإنت ما دفعتش كامل الثمن وعليك أقساط تستطيع أن تقيم دعوة صحة التوقيع وتقبل الدعوة وفي هذه الحالة برضه هيتدفع الاتنين ونص في المية المستحقة للدولة أما فيما يخص دعوة صحة ونفاذ فلا بد وأن يكون العقد كامل الثمن مدفوع فيه وإلا لا تقبل دعوة صحة التوقيع وايضا اذا في تسجيل مباشر لو البائع تسجيله عقاره مسجل وحضرتك هتنتقل معاه بدون دعوه صحه التوقيع في هذه الحاله لازم يكون كامل الثمن مدفوع في فرق اخر بين دعوه صحه التوقيع ودعوه صحه ونفاذ ان دعوه صحه التوقيع تتعرض لسلامه التوقيع فقط يعني اللي بياخد حكم صحه التوقيع بياخد حكم بصحه توقيع فلان على عقد البيع دون النظر الى موضوع العقد. المحكمه لا تتعرض لموضوع العقد. لا يجوز الطعن في دعوى صحه التوقيع بعد صدور الحكم بالتزوير على العقد. لكن يمكن تناول موضوع العقد والطعن عليه باي مطعن يراه من يريد ان يطعن على هذا العقد. خلافا لدعوى صحه نفاذ. اذا قضي فيها بصحه ونفاذ العقد باين حتى من اسم الدعوه صحه ونفاذ معناها ان العقد صحيح ونافذ معناها ان المحكمه تعرضت لموضوع العقد ونظرت في التزامات البائع والتزامات المستاجر وشروط العقد المختلفه وقضت بصحته ونفاذه اذا بعد كده لا يجوز الطعن على العقد باي مطعن سواء فيما يخص العقد او موضوعه او محتواه او توقيعه لكن دعوة صحة ونفاذ ليها كمان رسوم بتدفع في الشهر العقاري خلاف الضريبة في رسوم توثيق دي بيتم دفعها وبتطالب بيها عند تسجيل العقد ننصح كمان فيما يخص دعوة صحة ونفاذ او دعوة صحة توقيع اذا حد اشتري عقار يفضل ان يتسلم العقار عند الشراء الا اذا كان متنازع عليه او هناك منازعة تحول دون التسليم فهو في هذا الحال يكون عالما بان الامر متنازع عليه وينتظر حتى يقضي في المنازعة. أما من يشتري عقارا يريد استلامه فورا وغير متنازع عليه سواء بحكم صحة توقيع أو صحة نفاذ فننصح بأن يتسلم العقار ويضع يده عليه لأن ده بيعتبر من أهم الضمانات التي تطمئن المشتري لأن العقار مملوك للبائع وفي حتة بننوه لها ظهرت لنا مؤخرا في بعض الأمور وفي بعض العقود ان في مستاجر بيروح يستاجر شقه قانون جديد ثم يدعي ملكيتها ويبيعها ويفاجئ المشتري بان البائع مستاجر ويجي المالك الاصلي يطرده وفي الحاله دي بيطرد وملوش اي حقوق عند مالك العقار ويرجع على من باع له ومن يفعل هذه الفعله فهو في الاساس ارتكب فعل نصب ارتكب جريمه نصب فهيبقى صعب انك تلاقي عنده حاجه لان هتلاقيه نصاب وهتلاقيه هارب ومش هتلاقي له محل اقامه فلازم تتاكد من ان اللي بيبيع لك هو المالك لازم تتاكد من ان اللي بيبيع لك مالك العقار وليس مستاجر وبيدعي ان هو مالك العقار وهو مستاجر لازم يقدم لك مستندات ملكيته وتعرضها على محامي عشان يؤكد لك انه مالك وليس مستاجر ويرتكب واقعة نصب في حقك وغالبا بيبيع بثمن بخس اقل من الثمن المحدد للعين والمناسب ليها ثمن المس عشان يرغبك في سرعه الشراء دي مساله بدات تظهر في الاونه الاخيره خلي بالك منها جدا تاكد من مستندات الملكيه بتاعه البائع خليه يسلمك العين خالية من الشواغل والأشخاص كده حضرتك تبقى في أمان يبقى بيعك سليم والجأ لدعوة صحة توقيع وننصح باللجوء لدعوة صحة ونفاذ وإن كانت مكلفة قليلا إلا أنها أضمن طريقة لثبات الحقوق خاصة وإن في تشريعات هتتم في الفترة الجاية هتجعل التوثيق والتسجيل في الشهر العقاري هو الطريق الوحيد ودعوى صحة التوقيع في طريقها في طريقها إلى الاندثار. في ملاحظة مهمة جدا فيما يخص البيع والشراء اللي يبيع لأكثر من واحد طبعا دي جريمة بيقع فيها اللي يرتكب هذا الفعل لكن اللي اشترى من اللي يستلم اتنين تلاته واحد لهم عقار واحد او شقه واحده مين اللي له اولويه الاستلام صاحب العقد الاقدم اللي يليه يستحق فلوسه يرد اليه الثمن من اللي له طب نقدر نحدد مين اول واحد اشترى باللي قدم اول اجراء وهنا بيتجلى اهميه وسرعة دعوة صحة توقيع او دعوة صحة ونفاذ. يعني لو واحد باع الاتنين واحد في شهر يناير والتاني في شهر فبراير اللي في شهر فبراير تقدم الصبح على طول يوم ما اشترى بدعوة صحة توقيع على العقد بتاعه ثم دب النزاع بين اللي اشترى الاولاني والتاني اللي اشترى في شهر يناير ولم يفعل شيئا وظل عقده عرفيا واللي اشترى في شهر فبراير وراح المحكمة يقيم دعوة صحة توقيع اللي هيستلم الشقة والعين ولو الأولوية ولو الأفضلية هو اللي تقدم بدعوة صحة توقيع والعبرة هنا مش في دعوة صحة التوقيع ذاتها العبرة إن ثبت لنا أن هذا العقد ظهر وقدم للعلن وعلمت به الأجهزة لان ما فيش ما يمنع ان انا لما اقدم دعوة صح التوقيع بعقد يحرر واحد عقد بعد العقد بتاعي وبعد ما ارفع دعوتي بتاريخ سابق سنة في الحالة دي تبقى احنا ضيعنا الحقوق فيلزم بمجرد ما تحصل على العقد بتاعك لازم تلجأ للقضاء وتظهره وتقدمه الى الجهة القضائية عشان تثبت اسبقيتك واولويتك عشان لو في منازعه بشان اكتر من واحد اشترى هيكون الاولويه لمن كان اجراؤه اسبق شكرا والسلام عليكم ورحمه الله